دخلنا الآن في معركة تحدٍ حضاري كبير، وجوهر هذا التحدي الحضاري أن نحفظ هويتنا، أو نفقد هويتنا، الان هنالك جهات كثيره في العالم تحاول ان تجردنا من هويتنا التجريد من الهويه معناه ان هذا الفرد ان هذا الشاب ان هذه الفتاه تنفصل نفسيا وفكريا وروحيا عن تاريخها عن قادتها، عن مثلها، عن رموزها، الأمة التي لا تملك التاريخ، هذا مثل الفرد الذي لا يملك الذاكرة، أنا ما أعلم شايفين أفراد فقدوا ذاكرتهم أم لا، احنا الآن عندما نتحرك في الحياة نقوم بعمل من الأعمال، انما نعتمد على مخزون كبير من تاريخنا، هذا المخزون الكبير هو الذي يوجه حركتنا في الحياة، اذا الفرد فقد ذاكرته هذا المرض الموجود الان الذي يقال له زهايمر مرض معروف واحد يبدا بنسيان معلوماته شيئا فشيئا شيئا فشيئا يعيش الغربه عن الافراد الذين يحيطون به ما يعرفه اصدقاء ما يعرفه شوية شوية هذا المرض يشتاد أقرباء ما يعرفهم ابنه يدخل علي يسلم علي فينظر إليه نظره إلى رجل غريب المرض يشتاد أكثر فأكثر لا يعرف أن يقوم حتى بأوليات حياته يعني يريد يلبس ملابسه ما يقدر يريد ياكل يتحير كيف ياكل هذا مرض الان دا ينتشر امة بلا تاريخ مثل فرد بدون ذاكره الان اكو جهات تحاول ان تفصلنا عن تاريخنا هذا الشاب اللي انفصل عن التاريخ الفتاة التي انفصلت عن التاريخ يعني فرد لا يعرف كيف يسير في الحياة ما اعلم احيانا تجدون في الارصفة في الشوارع افراد فقدوا تاريخهم هذا الخطر خطر قائم وخطر ماثل قديما اللي كانوا يرحون في بلاد الغرب كانوا يواجهون هذا الخطر الآن أولادنا وبناتنا أبناؤنا وبناتنا في بيوتنا يواجهون هذا الخطر مثل فت شجرة اللي تجتث من فوق الأرض ما لها من قرار إحنا كيف نحفظ هذه الهوية إحنا يجب أن نربط أجيالنا بتاريخ التاريخ جدا مهم وإحدى أهم الأشياء أن نربطه أجيالنا أولادنا بناتنا حتى الصغار منهم نربطهم بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبآل البيت وبالإمام الحسين صلوات الله عليه